أعزائي المشاهدين من الفضائية الأرامية، نحييكم ونلتقي وحضراتكم على البث المباشر. معكم الآن في اليوم 11 وحملة جمع التبرعات لدعم الخدمة في الفضائية الأرامية. بيشرفني أن نستضيف حضراتكم في هذه الأمسية. هذا هو أول لايف توك شو لنا في هذا المساء مع حضراتكم. شرفني أيضا أنه أستضيف ضيوف الأفاضل معنا في الأستوديو. برحب بجناب الأب أوسينوس حنا، أهلا بك وتسأبونا معنا لليوم التالي على الآرامية في الخدمة. ربنا يبارك خدمتك وتسأبونا. إحنا بناخد بركة من وجودك معنا وتسأبونا، سعداء بوجودك معنا. برحب أيضا بالمهندس جورج، أهلا بك، ربنا يبارك خدمتك معنا هنا ويبارك مساعدتك معنا باستمرار. الله يخليك. ربنا يخليك. أيضا برحب بالأخت المرنمة العزيزة على قلوبنا، أهلا بيكي أخت ماجي. أهلا بيكي. ربنا يبارك في صوتك وخدمتك. والأخ المحبوب على القلوب أخونا أبو أحمد، أخي يوحنا زكريا، أهلا بيك أخي يوحنا. ربنا يبارك في الوزن اللي عطاها لك الرب في الخدمة وفي العزف والموسيقى. ربنا يبارك حياتك. مع الأحباء المشاهدين قدس أبونا، نرفع البرنامج وناخد بركة صلاة الأول. تفضل أبونا ارفعنا في صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، واحد أمين. يا أبنا السماوي الصالح، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك تسمع لنا في كل حين، ونحن نطلب بركة منك في هذا المساء لكي تتكلم إلى قلوبنا وعلى أفواهنا، وأن تعطينا الرسالة التي تريد أن توصلها لكل إنسان. أعطي يا رب نجاحا وبركة لهذا البرنامج ليأتي بالثمار المطلوبة. فنحن نعبد إله السماء ونطلب منه معونة لكي نقوم ونبني أسوار أورشليم. باركنا وملانا بروحك واستخدمنا لمجدك، وأعطينا أن نكون مثمرين في كل عمل صالح. باسم المسيح والبر قديسيك استجبنا. أمين. 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 لإلهنا كل المجد. أعزائي المشاهدين، إحنا معكم الآن، وإحنا أنتوا جزء مننا في اللايف توك شو، وإحنا بنرحب بحضراتكم. على أي حال أنا بتشرف باتصالاتكم، الخطوط مفتوحة، في أحباء على التليفون بيتصلوا بينا، وأنتوا بتتصلوا من خلال التليفونات اللي في الانتظار أننا ناخد لو في طلبات صلاة، أو لو في مداخلات، أو لو في أي احتياج لصلاة من قدس أبونا أوسطينوس. أهلا بيك في أي وقت، شرفنا على التليفون وعلى الاتصال. أيضا بنقول أنه الخطوط مفتوحة لأخذ التبرعات، أو إذا كان ليك مداخلة من خلال البرنامج، أو إذا كان ليك اختبار أيضا معانا، ممكن تشارك بالاختبار من خلال أي خدمة أو أي صلاة شاركت بها مع شخص في الآرامية. ارفع سماعة التليفون واتصل بينا لنا على الاختبار اللي لمس قلبك، أو إذا كان الرب أعطاك اختبار أن الرب استجاب صلاة الشفاء. معنا الأول الأحباء المرنمين، لكن الحقيقة في مفاجأة رائعة على الأقل بالنسبة لي أنا ما أعرفهاش، يمكن الأخ يوحنا والأخت ماجي عارفين طبعاً. عارفين طبعاً، بس بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة أبونا. وأنا بتصل بقدسك من كام يوم بتقولي أنه أنا بعزف موسيقى، فأنا قلت لك ده صحيح الكلام ده؟ ف يعني نعرف بقى على الموضوع ده شوية أبونا، اتفضل. أنا أكد الموضوع ده لحضرتك. أبونا أغسطينوس أستاذي اللي علمني المزيكا، أبونا أغسطينوس علمك المزيكا؟ لا، كان زميله اللي علمني المزيكا، دكتور يوسف السيسي. كان أستاذي، موسيقار مشهور. طبعا مايسترو العالمي يوسف السيسي كان أستاذي، وكان صديق وزميل شخصي لأبونا أغسطينوس طبعا. يعني أبونا قدس أبونا هيقودنا الآن بعزف الترنيمة، وترنيمة هأتي بطيب مع الأحباء المرنمين. تفضل أبونا. هأتي
وطن عن شوك فيك واتيأن رأسي على صدرك كسرت قلبك من أجلي أنا ضرورة قلبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا نعلى هآتي بطيب فوق رأسك أني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوق أن راسي على صدرك لا يكن في قلبي شريكا لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهواتي مجدك آتي بطيب فوق رأسك أنت الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك فيك وكأن رأسي على صدرك أكرم اسمك وأرفع الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان هاتي بطيب فوق رأسك ابني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في ليك واتكي أن رأسي على صدرك نشكر إلهنا الصالح اللي بيدي مواهب ووزنات بس الموهبة دي أكيد بالتأكيد يا أوتسابونا ما كانتش موهبة مدفونة استخدمتها قبل كده أوتسابونا؟ كنت بستخدمها طبعا في شبابي من نص قرن مضى يعني كنت بتقود اجتماعات ترانيم؟ كنت بعزف بيانو أورغون أكورديون هارمونيكا يعني دي الآلات اللي ليها زي صابع البيانو يعني يعني بتعزف أوركسترا بحالها بقى يعني كده انت غلبت الاخ يوحنا استاذ في الكونسيرفاتوار ما نقدرش يعني نتعدي ربنا يخليك ربنا يخليك امين بالتاكيد بركه والرب يعني العمل في الكنيسه عمل الرب في الكنيسه عندك أوتسابونا في كاليفورنيا بنسمع قد ايه الرب بيعظم العمل معاك وقد ايه ثمار الخدمه وجودك بركه حتى معانا هنا ابونا العفو أبونا ومعزتك هنا في الأرامية افتتاح البناية افتتاح العمل ما ننساش أبدا الأيام الحلوة اللي خدنا فيها بركة دي مع بعض ربنا يبارك في العمل ونشكر ربنا أنه بينمو وبيزدهر باستمرار بيأتي بثمار عظيمة جدا أمين الرب رائع ظاهرة وخفية أمين الرب رائع مع الأحباء المشاهدين احنا هنذهب الآن إلى فاصل ونعود مع حضراتكم حالا لنستكمل حوارنا وبرنامجنا مع الأحباء ضيوف وقدس أبونا أغسطينوس سنعود معكم حالا بعد الفاصل لمسني بحنية جهلي خلاصي ورفع راسي ويرد بهجة قلبي إلي في قيودي شاف نفسي محنية دعاني ولمسني خلاصي ورفع راسي ويرد بالي
عليا النهاردة أنا ليه فدية مش رح أسيبك همسك إيدك مش رح أسيبك همسك إيدك مهما يكون تمني التبعية شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا كف تسبح نيدا ويعلن نصرنا فيه واليوم ماشي نكون شعبه اللي مستنيه ومع عينك في سماء نفضل نرنم ليه قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب روحي وعقلي ويا لساني عظموا اغلى حبيب بسجود وحمد وعود همشي أخرى أعزائي المشاهدين برحب بحضراتكم إحنا الآن في بث مباشر في اليوم رقم 11 وحملة جمع التبرعات بنعاود الحوار مع ضيوف برنامجنا وضيفنا لهذا المساء على اليوم التالي قدس أبونا أغسطينوس حنا برحب بيك قدس أبونا مرة تانية بنشكر ربنا من أجل الوزنة الإضافية من ضمن الوزنات الكتيرة اللي الرب عطاها لك استمتعنا كتير بالعزف والترنيم مع قدسك نعود الآن لبرنامجنا وقبل ما نستكمل الحوار أبونا نبه الأحباء المشاهدين هم في أي وقت يحبوا يتصلوا بينا أهلا بيكم بمداخلاتكم أهلا بيكم بطلبات صلواتكم أهلا بيكم أننا بنتشجع بالتبرعات والعطاءات للخدمة ودعم الآرامية واستمرار العمل هنا في المكان ده بنعطي المجد للرب قدس أبونا أغسطينوس امبارح كان آخر سؤال في حلقة في حلقة الأمس هو إيه علاقة موضوع نحمية والأسوار والبناء بموضوعنا إحنا بنتكلم على العطاء وبنقول الأرامية محتاجة ومن هنا هنبتدي
فقدسك هتكمل معنا الحديث النهاردة ونعرف يعني الأسوار. طب الأسوار إيه علاقتها في حياتنا وإيه أهميتها بشكل عام؟ تفضل أبونا. الأسوار زي ما أشرت مبارح برضو إنها لها جانبين على الأقل مهمين جدا. الجانب الأول هو الحماية، والجانب الثاني الانفصال عن الاختلاط بغير المؤمنين أو بالأمم الوثنية في ذلك الوقت. فكان لابد من عمل الأسوار دي، واستمر ده في مش بس في التاريخ المقدس في الكتاب في العهد القديم، لكن موجود حتى في بلاد كثيرة زي بنسمع عن سور الصين العظيم اللي موجود ده. فالأسوار مهمة من هذه الناحية. من أشهر أو يمكن أول عمل يعملوه السياح لما يزوروا أورشليم، يزوروا القدس، يزوروا حائط هناك اسمه حائط المبكى. حائط المبكى ده هو عبارة عن جزء من السور عند الحائط الغربي للهيكل اللي انهدم كله. فأي وقت في النهار الواحد يروح هناك يبص يلاقي أفواج من اليهود بالذات جايين من كل أنحاء العالم رايحين لحائط المبكى ده، لازم يروحوا هناك لأن ده أثر مقدس بيحجوا هناك. تلاقي في بعضهم قاعد واقف حاطط وشه في الحيط كده وعمال يعيط، واحد تاني قاعد على الأرض وشه في الحيط وماسك التوراة أو التلمود بتاع اليهود وعمال يقرأ فيه، بنت ماسكة شمعة واقفة بصة في الحائط ده وعمالة تبكي ودموعها نازلة مع دموع الشمعة اللي ماسكاها لغاية لما تخلص الشمعة، واحد جاي من أسبانيا، واحد جاي من هنا من هنا عمال يقول بعض الألحان من المزامير وعمال يتطوح ويتمايل يمين ونهار ويبكي ويعيط ويولول. إيه الحكاية دي؟ بيبكوا على المجد الغابر بتاع أمتهم باعتبارهم كانوا شعب الله المختار، وإن الأورشليم دي هي مجدهم وفرحهم وفخر كل الأرض ومدينة الملك العظيم ومدينة الهيكل، فإزاي ده كله راح وإزاي ده كله انهدم؟ طبعا احنا عارفين إن أسوار أورشليم انهدمت بسبب عصيانهم هم وارتدادهم واختلاطهم بالأمم الوثنية، وربنا قال لهم الكلام ده، ونحمية نفسه سجله في صلاته في الأصحاح الأول. أول ما ابتدى يصلي قال له يا رب أنت اللي قلت أنه لو أخطأتم وحفظتوش كلامي حشتتكم في الأرض كلها، لكن لو تبتم ورجعتم فمن أقاصي الأرض حجمعكم ورجعكم تاني. يعني اللي قاعدين يعيطوا دول ليل ونهار هناك قدام الحيطة والخرابات اللي فاضلة دي لما اتهدمت على يد نبوخذ نصر في الأول، وده كان إتماما لنبوات أرمية النبي أساسا، واستمر السبي البابلي ده 70 سنة وخدوا ناس كتيرة بما فيهم من الأنبياء زي دانيال، حزقيال اتولد في أرض السبي، نحمية قعد فترة هناك في السبي ووصل لمركز ساقي الملك، وبعدين لما رجع وطلب أنه يبني أسوار أورشليم والملك كان بيحبه ومعجب بأمانته فبعته، وبعدين رقاه عمله جوفرنر حاكم ليهوذا اللي هو القسم الجنوبي اللي فيه أورشليم علشان يقوم بالمهمة دي. فكان ليها تاريخ كبير، حتى الواحد يستغرب انه حتى مزمور التوبة العظيم بتاع داود النبي مزمور 50 اللي احنا بنقوله في يمكن كل صلاة في كل صلاة من الصلوات السبعة بتاعتنا بينتهي في الآخر بابني يا رب أسوار أورشليم أحسن برضاك وابني أسوار أورشليم، الواحد يستغرب مع انه ما كانش لسه ايام داود انهدمت. وده اللي بيشير إلى أنه كان أورشليم وليها مفهوم روحي تاني عنهم، أن أورشليم بتشير لقلب الإنسان والحياته لأسرته لبيته لكنيسته، زي ما المسيح نفسه قال مبتدئين من أورشليم واليهودية والسامرة ثم إلى أقصى الأرض. يعني فأورشليم كان ليها يعني بهجة مكانة كبيرة جدا في حياة شعب ربنا دايما. احنا لما بنقول له يا رب ابني اسوار اورشليم ما بنقصدش اورشليم الارضيه اللي خرب مره في ايام نبوخذ نصر ومره تاني في ايام تيتوس الروماني سنه 70 ميلادي، ودي اللي تنبأ عنها المسيح لما قال مفروض اورشليم دي مدينه السلام
إذا بها تتحول لراجم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. وعشان كده قال لهم إنه كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخة تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، والهيكل اللي عجبكم في مبانيه وعظمته ده لن يترك فيه حجر على حجر لا ينقذ. وتم في المرتين خربة أورشليم تاني. فإحنا تطلعاتنا إلى أورشليم السماوية أساسا دي اللي لا يمكن يقترب منها أي شر أو أي خطر. في نفس الوقت أورشليم للكنيسة، كنيسة المسيح على الأرض، كنيسة المسيح على الأرض، وأورشليم اللي هي بيوتنا احنا الشخصية كمؤمنين وكأولاد الله، وهي أيضا قلوبنا الذاتية. من ناحية لحمايتنا هذه الأسوار من الشرور اللي في العالم المحيطة بنا، ومن ناحية تاني لاعتزالنا عن شرور العالم. عشان كده يقول لا تحبوا العالم أو اخرجوا من وسطهم يا شعبي ولا تمسوا نجس. أنا عندي ملحوظة مهمة أتسبونا أسفل المقاطعة على موضوع الاعتزال ده. أيوه. مهم قوي. أيوه. وأنا عندي سؤال مهم لي، بس تسمح لي أخذ الاتصال التليفوني. أيوه قوي. دوت معنا اتصال الآن، مداخلة من الأخت مادلين، أرجو أن أنا أكون سمعت الاسم بشكل صحيح. اهلا بيك اخت مادلين، بنرحب بيكي معنا في البرنامج، تفضلي. ميرسي خالص، مساء الخير. انا مادلين اندراوس من ساوث داكوتا. اهلا بيكي. وانا واحده من بنات واولاد ابونا وبسينوس من كنيسه ماري كيركس بعكوده. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. وانا دارسه عشان اشهد لمواهب ابونا وبسينوس وقدراته من الناحية المسيحية. وهقول للمشاهدين إنه أبونا وسطينا من وقت طويل كان هو المسؤول عن إنشاء كورال الكنيسة، وهو اللي كان بيدرب للكورال وكان هو المسؤول عنه. وهي وسطوي يعني great job، وكلنا عمرنا ما هننسى الأيام الحلوة اللي قعدنا معاه. مادلين بتتكلم عن الستينات. أو يعني الكلام ده قبل ما تيجي هنا، الكلام ده في الستينات. أوكي. في مصر. من فضلك يا أبونا اذكرنا بصلواتك. ربنا يكون معك يا حبيبتي، ويبارك في حياتك وخدمتك، وتكون يعني سبب بركة في داكوتا ثاوس داكوتا. ربنا معك. والحقيقة يا أبونا ويخليك لينا ويبارك بصلواتك. شكرا. ربنا معك. الشهادة مع الأخت مادلين كمان، أبونا اللي كون الكورال بتاع كنيسة ماري يوحنا حاليا. أنا واحدة من الكورال. أنت واحدة من الكورال. أبونا لأبونا لسه بيمرنكو ولا بطل؟ أبونا مش بطل. هي اتجوزت وانشغلت بقى. بعد مدرب خصوصي. خلاص. كان يوحنا القائد الكورال، بس كان الراعي الأساسي للكورال أبونا أغسطينوس، ولكن دايما يشجعنا الحقيقة يعني. كل قليلة اللي بتشجع الكورال والميوزك في الكنائس وكده. فبنشكر ربنا ان انا كان ابويا ابونا أغسطينوس، وابويا حاليا ابونا بشوي عزيز برضو، يعني على نفس المسيرة، نفس الخط. على نفس الخط ونفس التشجيع. محب للموسيقى والترتيب. نشكر ربنا ان كان قبل معنا ابونا أغسطينوس معنا ابونا بشوي. أمين. نشكر ربنا. هو الرب بيعطي عطايا وزنات للاباء الكهنة كتير، ومنها من ضمنها طبعا لان قيادة الكنيسة ده مهم من ضمن الأمور الهامة اللي الرب بيعطيها. وأنا برحب بالأحباء المشاهدين بمداخلتهم، أهلا بكم، الخطوط مفتوحة على أي حال، وإحنا معكم الآن على البث المباشر. وأي شخص يحب يتصل بينا، أي شخص على قلبه طلبة صلاة، بناخد بركة. معانا النهاردة جناب الأب أغسطينوس حنا في البرنامج، بكل سرور أبونا يصلي علشان أي احتياج. أيضا لو في على قلبك تقول أنا هتبرع بالمبلغ ده، ترفع سماعة التليفون وتشاركنا، بيكون سبب تشجيع للكل. وإحنا في تعودنا كل يوم إننا نقول يمين الرب امتدت إزاي بالبركة قبل ما نستكمل قدس أبونا. بس أبديت سريع إنه التبرعات وصلت للآن 177,832 دولار، وبركة الرب تغني. أمين. ولا يزيد. أمين. والمطلوب قد إيه لسه؟ معها تعب. المطلوب الحقيقة أبونا طلبات كتيرة. يمكن الباش مهندس جورج حيبقى يذكر لنا الكام طلبة. الأول تفضل باش مهندس، بعدين أنا على فكرة عندي ليك سؤال تاني لأن أنت شريك هنا في الخدمة.
انا يعني لازم نسمع منك لان انت هنا موجود معانا كمتطوع وموجود معانا في برامج لايف توك شو. بس قبل ما اجيلك هنسمع ترنيمه الاول من الاحباء المرنمين ونرجع للمهندس جورج وبعدين اوتس ابونا اوستينوس. هنرتل ترنيمة إيه أخت ماجي الترنيمة اللي جاية؟ العالم ترنيمة العالم يبني ويزرع. العالم يبني وتملي مش شبعين بس إحنا شبعانين بالرب يسوع. أمين هاليلويا لي كل المجد. العالم يبني ويزرع ويتملي مش شبعان. العالم يبني ويزرع ويتملي مش شبعان. همه يلبس ويغلع وعن يسوع غفلان. همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. العالم يجري ويكدح ورا سيد اسمه المال. العالم يجري ويكدح ورا سيد اسمه المال. وزرع الشر ما ينفع ده كل شيء زوال. وزرع الشر ما ينفع ده كل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. شايل هم الأيام محروم من السلام. شايل هم الأيام محروم من السلام. ده شكوى وكتر كلام من الضيق والألام. ده شكوى وكتر كلام من الضيق والألام. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. ابقوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم. يبقوا
الحظ الخاين مش جاي على هواهم عايزين في الدنيا جناين والعمر بيستناهم عايزين في الدنيا جناين والعمر هو ده رجعنا هو ده هي دي مسيرتنا وده عنينا متثبتة على انه لا مال لا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني. عزيزي المشاهد احنا بنشكرك لانك بتتابع معانا البرنامج, بنشكرك لانه الارامية دي جزء منك ومن البيت والاحباء المشاهدين معانا يمكن هيسمعوا من الاخ يوحنا والاخت ماجي بعض التعليقات, لكن الأول هناخد اتصال من الأخت ميري معنا على التليفون. أهلا بيكي أخت ميري. أهلا وسهلا تفضلي. أنا صار لي زمان على الخط بستنى عمالي. كتر ألف خيرك وإحنا متأسفين خليناكي تستني, بس أكيد أنت استمتعتي بالترنيمة معنا مظبوط ولا سمعتيهاش؟ أكيد حبيبتي. أكيد أنت حضرتك ست نوال؟ أنا نوال معك حبيبتي. أهلا حبيبتي, أنا ميري من لوس أنجلوس. يا أهلا وسهلا بيكي. الله يخليكي. الله يبارك هالجلسة الروحية اللي بتعبر العمل لنفس كلمة الرب والإنجيل في أقاصي العالم. أمين حبيبتي. أهلا بارككم يبارك تعب محبتكم. شكرا شكرا عيني. أمين. أمين. أريد بس صلاة من أخت أبونا. أمين. إلى أولاد أختي في عندهم مشكلة تزوج بداين وفي مشكلتهم شوية صعبة, حابة من قدس أبونا صلاة تجاب لهم يحل لهم هالمشكلة في قيودهم من هاي المشكلة اللي هم فيها. وأنا طبعا حبت ربنا على قلبي وتبرعت في الروم كنترول. أمين شكرا. وأريد كمان صلاة لبنات ولأولادي حتى بس يظهر لهم ذاته ويكونوا خدام إله, وصلاة لزوج والله يبارككم. أمين. ربنا يبارك حياتك. أشكرك لاتصالك. ربنا يعوضك بكل نعمة. وأبونا هيصلي حاضر مع طلبات الصلاة. شكرا حبيبتي. تبنى اسمك. شكرا لكم على هالجلسة حلوة. شكرا حبيبتي. شكرا. باي باي. كتير. مدام ماجي والأخ يوحنا احنا هنرجع ليكم. انتوا كنتوا بتشاركونا بحاجة لطيفة جدا الحقيقة لمست قلبي قبل البرنامج. بعد ما نسمع من الأخ جورج. أخ جورج في مشاركات مع الأحباء المشاهدين وهم بيشاركونا هنا إيد بإيد في الخدمة. بالنسبة لخدمة الأهرامية تفضل. أنا يمكن قلت الكلام ده مبارح بس هكرره النهاردة وبعدين أقول بعد كده سؤالك التاني. المصروفات هنا اليومية للأهرامية كلها معروفة والبشارة في بيدفعوا مصروفات طبعا عشان الساتلايت أنت تشترك فيه فوق ده ليه اشتراك, وطبعا احنا بناخد منه لما بنشترك في الأهرامية او في اي قناة تانية بندفع مبلغ صغير, لكن هم عشان هم يكونوا مصدر البرنامج يطلع من هنا فطبعا ده بيكلفهم كتير جدا جدا, وطبعا انا قلت لكم الرقم مش هتصدقوا. وبعدين بيحاولوا يجيبوا برامج جديدة. برنامج البث المباشر ده لو تشوفوا مثلا لو فرض ان احنا في تلفزيون عادي بيبقى فيه زي ما بيقولوا كوميرشال, هنا طبعا ما فيش عشان كل خدمتنا خدمة الرب. يا ما فيش اعلانات يعني ما فيش اعلانات. اخ جورج يا ما فيش اعلانات تصرف يعني يعني الأهرامية ابدا ما فاتحه صحيح بابها لاعلانات خدمات ونهضات كنايس ومؤتمرات وكل ده, بس اساسا مش زي اي اذاعه او راديو او بناخد كده. مثلا على الدقيقه المبلغ الفلاني مفيش كلام زي ده خالص. بالظبط كده. فطبعا البث المباشر اللي انتوا شايفينه ده لخدمة ربنا وانتشار الكلمة من المسكونة في المسكونة كلها, ده بيتم زي ما انتوا شايفين ساعة او ساعة ونص او طول النهار 24 ساعة.
وبعدين بيبقى في برامج جديده من انتاج الاراميه. في ثلاث قنوات على الانترنت، قناه التسبيح، البشاره، والاي بي ان اللي هي الاراميه. وطبعا كل العاملين، اسره العاملين هنا اللي هي تقريبا بيشتغلوا 24 ساعه، طبعا بيجزئوا زي اي حته ثلاثه شيفت او شيفت اثنين، فبيحتاجوا ان في ناس بتشتغل بارت تايم يعني جزئيا، وفي ناس بتشتغل فول تايم بصفه مستدينه، وفي ناس عندها عايزه تبقى عندها ضمان صحي لايبيليتي وانشورنس، تامينات للموجودين في البرنامج. طبعا مع التكنولوجيا الحديثه بيحتاجوا لاجهزه جديده عشان العصر اللي احنا فيه، عشان طبعا تبص برامجها في كل مكان. بيحاولوا طبعا في كل يوم بيحصل تطوير وانشاء قسم المطوعين والعاملين في الأرامية. يعني لو انت عندك الموهبة دي وعاوز تتبرع، الأرامية فتح أبوابك ليها وتتفضل في أي وقت تشارك بحاجات كده تخلي البرنامج أحسن وأحسن. طبعا انتوا عارفين زي ما قلت سابونا قال امبارح، نقص الـ او الدخل في الحالة الاقتصادية، الباد ايكونومي اللي البلد كلها في امريكا بشايفها اليومين دول، ده ما بيأثرش ابدا على الاقتصاد الروحي، لان احنا اقتصادنا اخر ببركة يسوع لينا. والآية اللي دايما بتقول هات العشور وجربوني يقول الرب. انا اشكرك كتير اخ جورج على الكم جزء اللي شاركت بيهم الاحباء المشاهدين دي، ده ولانه المصدر الوحيد لدعم الخدمه هنا هو تبرعات المشاهدين في مشاركتهم ودعمهم، ما فيش اي حاجه تانية. فبتبص تلاقي بالتاكيد، ويمكن قدس ابونا اوسينوس بيوافق معايا، بيبقى لو الكيرف الاقتصادي بينزل فبالتالي كل التبرعات بيبقى الكيرف بتاعها نازل. كبشر وكإداريين لما بنحط عينينا على الأمور دي شوية، أبونا ما خبيش عليك، بنقول يعني إحنا يا رب أنت شايف. ساعات بنقول هو الرب اللي بيكمل. لو حطينا عينينا على الأكونومي والاقتصاد والتبرعات اللي بتيجي في الموقف، ما بيبقاش مريح إننا هنخطي إزاي. لكن إحنا عينينا على إله السماء، عينينا على إله السماء. هناخد بعد إذن حضراتكم اتصال الآن من الأخت لطيفة. أهلا بيكي أخت لطيفة، أنت معنا على الهواء، تفضلي. مرحب. هلا وهلا. يا مرحب بيكي، أهلا وسهلا. هلا حبيبي. يا أهلا، تفضلي، إحنا سمعينك. اسمعينا بس على تليفون، ياريت تبعدي خالص عن التي في عشان تقدري تسمعينا باستمرار. تفضلي. أوكي. تفضلي، سمعينك حبيبتي، أبونا أهلا وراح أحكي ويا أبونا. أبونا سمعك. أنا سمعك كويس، تفضلي. هلا أبونا، مرحبا. أهلا بيكي. شلونك أبونا؟ أنا بدي على طول أخابر، بدي صلوات توصل ابني مايكل. أمين. حتى يقرب على الكنيسة، على الله. أمين أمين، حاضر باسم يسوع. أمين. اسمعينا، ياريت اسمعينا بس على التليفون، أفضل حاجة أنك تاخدي التليفون وتبعدي في غرفة تانية. تحبي تعملي؟ بعد التليفون أنا ما عندي. لا. أوكي، عندك طلبة صلاة تاني غير ابنك مايكل؟ إيه، بدي صلاة دام إلي، لأن هو يكون قلقة علي، مرات أصير عصبية. أمين. ما بدي أصير هالشكل، يعني أنا قريبة كلش على الكنيسة وعلى الله. الرب يبارك حياتك، أشكرك كتير لاتصالك حبيبتي أخت لطيفة، الرب يعوضك من كل نعمة. أبونا حاضر هيصلي عشان الطلبات دي كلها. شكرا ليك حبيبتي. أوكي حبيبتي، شكرا. إحنا ما زالت الخطوط مفتوحة أعزائي المشاهدين، وأرقام التليفونات على الشاشة، بنرحب بمداخلاتكم اتصالاتكم. بس ما بدي طلعوني بالتيفي. انت على الهوا معانا دلوقتي. انت على الهوا معانا. اوكي. اشكر محبتك كثير حبيبتي، ربي يبارك حياتك اخت لطيفه، اهلا بيك. طيب ايضا معانا اتصال تاني. الحقيقه احنا بناخد بركه كثيره من اتصالات المشاهدين. الاخت جوزيفين، اهلا بيكي، تفضلي. اهلا
أخ جوزيفين؟ نعم. مرحب بيكي. مرحبا. يا أهلا وسهلا. مرحبا. ربي يبارككم. يبارك فيك حبيبتي. يتمجد لي. أمين. بدي صلاة الشفاء. صلاة؟ لإلي لأن أمين. دكتورة لازم تعملي عملية سهل. باسم يسوع. إيه. ولبنتي برجلها بترجعها. مريم وشاب. أمين. أمين. امين. احنا بنكتب الاسامي دلوقتي معانا وابونا هيصلي على كل الطلبات دي. لزوجة من سليمان موشي. شكرا ليك. حاضر. نعم. اشكرك حبيبتي. حاضر. الرب يلمس ويستر. نشكركم اكثر. نعم. نشكركم اكثر. امين حبيبتي. اشكرك. شكرا لاتصالك. وناخد الاتصال الثاني من الاخت خولة. أخت خولة أنت معنا على الهواء. أهلا بيكي تفضلي. مساء الخير مدام نوال. مساء الخير. أهلا بيكي أخت خولة. أهلا وسهلا. الرب يبارككم. وإحنا عم نتابعكم دائما يعني مثل ما بنحكي الأرامية هي كنيسة في بيتنا. فأولموست يعني 20 أورز عطول منتابع الأرامية. والرب يبارككم وإن شاء الله الرب بيزيد أكثر وأكثر على الأرامية. وربنا اللي بيحط في قلوب المؤمنين اللي يستعب الأرامية. يعني إحنا بنحاول قد ما نقدر نعمل أو عنا أفكار نحكيها لأنه في ناس يمكن ما بتعرف أو ما بتفكر. فباسم يسوع الرب يبارك الأرامية. وربنا إن شاء الله 350 ألف ربنا بيغطيها. أنا عم متأكدة يسوع موجود عندكم وموجود بالقعدة. فربي يبارككم أخت نوال. وأنا اتصلت لأني كل مرة بنسى. فريقي لي أنا عايزة صلاة من أبونا لبيتي. والرب يبارككم ويبارك الأخ يوحنا ومرته. يعني إخوان مؤمنين مباركين. ربي يباركك. شكرا. ربي يبارككم وشكرا كثير لكم. بس بليز أنا أبونا عايزة صلاة. والرب يباركك ويطول عمرك. وخلينا يا رب الأرامية لأنها الأرامية اللي عملتنا. والأرامية يعني شو ما نحكي على الأرامية إشي قليل عليها. وبتمنى من إخوان المؤمنين أنه بيكونوا خيرين وخلال هالكم يوم أنه يعطوا الأرامية يدفعوا أكثر وأكثر لأنه راح ياخذوا مقابله 30 و60 و100 بالتكتب. أشكرك. أشكرك أخت خولة. أشكر اختباراتك الحلوة دايما المشجعة معانا وأنت معانا شريكة في الخدمة. طيب ناخد اتصال من الأخ ويليام. أخ ويليام أنت معانا على الهواء. اتفضل إحنا أيوة. سمعينك. أهلا وسهلا. أيوة. يا أهلا. ويليام من سانت لويس. يا مرحب بيك أخ ويليام. أنا بتكلم عشان أشجع الإخوان كلهم أنهم يتبرعوا بسخاء علشان البرنامج بتاع الأرامية يستمر بنعمة أمين. المسيح أشكرك. لسنين طويلة. أمين. ويخدم رسالة دعوة الناس لمعرفة رب المجد. وأنا بحييكم كلكم. شكرا. وانبسطت جدا بالبرنامج امبارح وبالذات الفقرة اللي كان فيها أبونا أغسطينوس. مش عارف أبونا أغسطينوس فاكرني ولا لأ. أنا أعرفه من 40 سنة. ويليام سانت لويس يا أبونا. باش مهندس ويليام حنا. أيوة. وأبونا أغسطينوس راغب حنا. أيوة. تمام. أنا أعرفك حتى أكثر من كده لأنك أنت جيت درست لنا لما كنت أنا طالب في كلية هندسة. كنت بتيجي الاجتماع الخدمة الأسبوعي بتاع الكلية سنة 62. تمام. تمام. وابتدينا في كنيسة ماري جرجس في العجوزة لما كانت دور واحد. أيوة. فعاوز بطلب صلواتك وسلامي لقدتك. ربنا يكون معك ويبارك فيك. وللمدام الدكتورة مرسيل وللعائلة ومحبتنا ونقبل الايادي. شكرا لي. وايضا قلوبنا معاكم في الظروف. انا عندي طلب صلاة لبنت وصلني عنها النهاردة. دي بنت اخت واحدة قريبتي
شابة صغيرة ووجدوا أن عندها سرطان في الرحم. أمين يا رب يلمس بالشفاء. أمين. ما مرضه طلعت. وأنا بطلب من كل الناس أنهم يصلوا من أجله. أمين. وسلام المسيح وربنا يقويكم جميعا. شكرا حبيبي كتر خير. الأخت نوال أنت في حاجة لازم تبعتيها لي لو سمحت. حاضر حاضر. ها يعني ربنا يساعدني افتكر لانه ساعات يعني انت عارف النسيان بيبقى كتير شويه. لكن حاضر يعني يا ريت بس في الكنترول روم تفكرني حضرتك تتعب بالطلب. وانا في اسم يسوع المسيح وفي خدمه الرب يسوع المسيح وفي خدمه حضرتك هبعت لك اللي انت عايزه. حاضر. للعرمية لو حضرتك تديني معلومه صغيره. اوكي يا ريت في الكنترول روم هاخد كل المعلومات اللي حضرتك عايزها واحنا في الخدمه والاراميه في الخدمه. اهلا بيك. شكرا شكرا ليك. معانا الاخ ابو عماد. ناخد اتصال من الاخ ابو عماد. معانا تفضل. اهلا. رب اخت نوال مبارك اسم يسوع المسيح. سلامي خاص الاب اغسطينوس والاخ جورج. سلام والاخ يوحنا والاخ ماجي والرب يبارككم. يبارك فيك حبايبي. انا بقول حاجه واحده. الاراميه هي المنبر الحي اللي يقرس بالكلمة المقدس. وأنا أحث أخوتي المؤمنين في كل حال أمريكا والعالم أن يسددوا الاحتياجات لأن هاي خدمة الرب والرب يباركم. شكرا. أنا بدي أريدك تصلين لواحد قرايبي اسمه ليث مريض وبحاجة إلى صلاة مكثفة والرب يباركم. حاضر. تبعد كرار. أمين. حاضر. أبونا هيصلي. حاضر أبو عماد. شكرا ليك من أجل اتصالك ومدخلتك معنا الآن على الهواء. أيضا اتصال من الأخت أليكي. أرجو أن أنا أكون سمعت الاسم بشكل صحيح. أهلا بك أخت أليكي. أنت معنا على الهواء سمعينك. تفضلي. ألو بونسوار. أهلا وسهلا. أنا أهلا وسهلا بكم. أنا عايزة صلاة لستي أليس. أوكي. أهلا وسهلا. وماما. أهلا. وبابا. أوكي. وعيالي. أوكي. وليا. أمين باسم يسوع. أنا كل عيلتي تقريبا عيانة يعني أهلي عايزين كلهم صلاة. الرب يلمس بالشفاء كل الأفراد باسم يسوع. باسم يسوع لا يعسر عليه أمر. شكرا لاتصالك. حاضر أبونا هيصلي لكل الطلبات دي. شكرا. أهلا بيك حبيبتي. نعود إلى تسبيحة وترنيمة من الإخوة الأحباء. أخت ماجي معنا ترنيمة. معنا ترنيمة أنا عايزك أنت. أنا عايزك أنت. مش عايزين حد تاني بالرب. ترنيمة دي رائعة على فكرة ومناسبة قوي لكل طلبات. بالظبط. عشان كده اخترناها دلوقتي. قولي لنا العدد اللي بيقول الأطباء احتاروا. قولي. الأطباء احتاروا وريهم إيديك. خليهم يقولوا إن مفيش زيك. لا شيء يصعب عليك. آمين. الأطباء احتاروا فعلا. هو الطبيب العظيم. الطبيب الأعظم. آمين. اللي هو يعني برضو أنا بما أني كنت من خلفية إسلامية فبرضو دي من الحاجات اللي ممكن أتكلم فيها أن كلمة العظمة ليست إلا للخالق. وما يقول كتاب الإسلام وفديناه بذبح عظيم فمن هو الذبيح الأعظم؟ هو رب المجد يسوع المسيح. هو بيشهد عن ألوهية السيد المسيح. فهو فعلاً الأعظم في كل شيء. هو اللي خلقنا. فازاي ما خلقنا ما يقدرش يغير يبدل يصلح يعمل كل حاجة. فهو ليه كل المجد. هو ليه كل شيء. أنا احنا كلنا ملكه. أنا عايزة صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك.
انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الاطباء احتاروا وريهم صعب عليك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات ادي البحر هايج وانا مستني وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك ادي البحر هايج وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الأسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك الأسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف إني أنا ملكك أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات الآتون محمد يا معايا مشرى الآتون محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني وانا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انا عايزك انت انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات هو يسوع وحده كل منية القلب وكل مشتهى. نعود الآن مع جناب الأب أوسينوس، تفضل أتصابونا. بالنسبة إزاي اتبنت الأسوار، اتكلمنا امبارح على الصلاة وقلنا أنه نحميا كان رجل صلاة والصلاة أساسية جدا وكان بيقرن كل عمل بالصلاة،
ويرد على كل مشكلة بالصلاة وعلى كل تهديد بالصلاة. وهنا أنه دخل ربنا معاه في العمل ده. الحاجة الثانية طبعا بالإضافة للصلاة أننا لازم نشترك بالعمل. العمل الأساسي هنا الأسوار دي أسوار مدينة بحالها، مش نعم. أسوار بيت، يعني حاجة ضخمة جدا، فكانت عايزة تكاليف كبيرة قوي. فالخدمة مكلفة، الخدمة عايزة عطاء. ساعات ناس تتزمر وتقول لك يعني دايما الكنائس تطلب فلوس والقنوات الفضائية تطلب فلوس وبتاع، هم ما بيبطلوش ليه؟ مش دريانين بأنه أي خدمة حية مثمرة مكلفة. يعني مرة واحد بيقول الكلام ده فرد عليه أحد الخدام وقال له هحكي لك حكاية واحكم أنت. أنا كان عندي ابن اتولد لي طفل صغير في العيلة، فكان بيكلفني أجيب له لبن وأجيب له لبس وأدوية ودكاترة وبتاع. بعد كده الطفل ده ابتدى يكبر بقى ولد وراح المدرسة، فبرضه بالإضافة للأكل والشرب واللبس والعلاج والحاجات دي بقى له مصاريف تاني، وعايز كراريس وعايز كتب وعاوز وعاوز. بعد كده الولد ده كبر ودخل الجامعة، فبقى محتاج زادت مصاريف، وعايز عربية وعايز كمبيوتر وعاوز وعاوز وعاوز، زادت المصاريف. بعد كده الولد اتجوز، فصرفنا على الفرح بعملنا حاجة كبيرة قوي. بعد كده لسوء الحظ الولد أصيب في حادث سيارة ومات. من يوم الجنازة بتاعته ما كلفنيش حاجة أبدا، ولا مليم دفعته ولا سنت دفعته بعد كده. فإيه رأيك كان هون أحسن إنه يعيش ونصرف زي ما يكون، ولا إنه يموت علشان نبطل مصاريف ونوفر المصاريف؟ قال له لا طبعا، لما إنه يعيش ويصرف ده بقى أحسن ويبقى أفضل 100 مرة، وهي ده طبيعي. قال له هو ده اللي بنقوله. أمين. الكنيسة الحية عايزة مصاريف وعايزة شغل كتير. أمين. القناة التلفزيونية الحية أو الساتلايت الحي عايز مصاريف كتير وعايز شغل كتير، وكل ما يزيد نجاحه وتتسع الدائرة بتاعته كل ما تزيد طلباته وتزيد احتياجه. فما نقولش أبدا الخدمة بتكلف طبعا، لكن احنا لازم نقدم، ونقدم من الكنوز زي ما المجوس قدمه ذهبا ولبنا، فتحوا كنوزهم وقدموا. نقدم لربنا أحسن حاجة عندنا، ونقدم لربنا عند اللزوم من الإعواز زي ما الأرملة قدمت من أعواز. فده بالنسبة للعطاء أحب يعني أن أنا ألفت النظر إليه، إلى أنه إحنا محتاجين للعطاء وما نتزمرش. لأن الكتاب بيقول المعطي المسرور يحب الله. ربنا مش عايز حاجة من واحد متضرر أو بيدي على أساس الواجب أو على أساس الروتين، لكن لازم يبقى بقلبنا زي ما بيقول برضه في سفر النحمية وكان للشعب قلب على العمل. كان ليهم قلب بيشتغلوا بكل حماس وبكل قوة وبكل فرح، وقال لهم فرح الرب هو قواتكم. وقال لك كانوا بيشتغلوا بإيد ويحموا نفسهم من الأعداء بالإيد التانية مسكين السلاح، وحتى ما يروحوا المية يشربوا ويشربوا إيدهم مسك السلاح علشان الأعداء وخايف على عمل ربنا أنه ما يتعطلش وما يبصش. والكل كان بيشتغل والكل كان فرحان. فلما نقول العطاء، العطاء ده ركن أساسي جدا في المسيحية. المسيح قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ في أعمال 20:35، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ليه إحنا بنفرح بالأخذ بس وما بنفرحش بالعطاء؟ ما هو على قد ما هنعطي على قد ما هناخد. إحنا بنعكس الحكاية لأننا بخلة وخايفين وقلقانين وما عندناش إيمان، فنخاف أننا ندي الأحسن بعدين ما يكفيش، ونقول منين ومش منين والكلام. الكلام ده مش صح. احنا قربنا نعمل اللي عمالين يعتذروا بان في ازمه اقتصاديه في البلد، زي اللي الحكايه اللي بيحكوها عن الام اللي ادت ابنها الصغير قرشين وقالت له حبيبي ده قرش ليك انت تجيب حاجه حلوه ليك، والقرش الثاني تحطه في طبق الكنيسه. قال حاضر يا ماما. وبينهم ماشي عمال يتنطط ويجري ويلعب ويحدف الفلوس في الهواء ويشقطها، قرش منهم اتدحرج جري وراه ما لحقوش، وقع في بلعه في الشارع. فبص للسماء كده قال له يا خسارة ضع قرشك يا رب. ضع. وليه ما يكونش قرشك انت اللي راح؟
احنا بنعمل زي الولد الصغير ده بسبب انانيتنا وبسبب اطماعنا ومخاوف. فعلا هو الانسان دايما ابونا بيركز على ذاته وكانه بينسى الاله الخالق اللي بيعتني بينا من يوم ما خلقنا. المعطي الرئيسي يعني. من يوم ما خلقنا. ناخد اتصال دلوقتي بس زينك قدس ابونا. كان معانا الحقيقه اخت الاخت ام ليلى، بس احنا بنقول لها من فضلك بنشكرك عشان استنيتينا كتير، لو الخط راح منك ارجعي اتصلي بينا تاني. لكن دلوقتي معانا الاخت منال مرقص على الهواء، انت معانا واحنا سامعينك، اتفضلي. مرحب بيك، اتفضلي. ايوه لو سمحت ممكن اكلم ابونا؟ ايوه اتفضلي انا معاكي. اهلا بك يا ابونا. اهلا بيك. يا ابونا طالبة من قدرك تصلي لي يا ابونا، لان انا رحت للدكتور وقال يعني ان انا ممكن يجي لي انفصال في الشبكيه، فالموضوع ده قلقني قوي ومخوفني وانا قلقانه، فطالبة من قدرك تصلي لي. وبرضه في خالي توفيق خليل عنده ياخد كيمو ثيرابي بقاله 4 سنين وتعبان، برضو طلبة من قصة تصليله. ربنا يتمجد ويشفي ويشفي الجميع. شكرا 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 شكرا. أشكر محبتك كتير وأمين، رب قادر يسمع ويستجيب الصلاة بالإيمان. معنا الأخت ليلى الآن على الهواء، اتصال من الأخت ليلى. لا الأخت ليلى مش أم ليلى، أم ليلى لسه ما رجعتش تاني. الأخت ليلى تفضلي. ألو مساء الخير. مساء الخير. أنا حابة بس أسأل أبونا سؤال وأسلم على يوحنا وماجي. إزيك يا يوحنا؟ إزيك يا ماجي؟ أهلا وسهلا. أبونا أنا عايزة أسأل سؤال. هو الحد الجاي حد المخلع، هم ليه سموه المخلع؟ علشان المفلوج، يعني المفلوج مفلوج بركة بيت حسدة اللي قعد 38 سنة مريض ومشلول ومرمي على حافة البركة. فبيسموه باللغة الدارجة المخلة يعني، أو المفلوج. مشلول يعني. مشلول. شكرا يا ابونا. عفوا. سلام وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه. اشكرك لمداخلتك حبيبتي، وربنا يبارك حياتك، واهلا بيكي معنا دايما في برامج الاراميه. شكرا ليكي. اخ جورج، قبل ما نستكمل حديثنا، والحقيقه الوقت مع كل الاحباء وخصوصا لما بنبقى قاعدين في حضره ملك الملوك ورب الارباب، الوقت مش بنحس بيه يعني، يمكن فاضل لنا يمكن اقل من ربع ساعه يعني. لكو انت تخيلوا، انا مش عارفه ازاي الوقت عدى. اخ جورج انت شريك معانا هنا في الخدمه، شريك مع يعني بتيجي بتتبرع بوقتك بتطوع وكمان بتساعد في اللايف توك شو الاراميه، بالنسبه لك ايه انطباعك من خلال الفتره القصيره اللي ابتديت الخدمه فيها؟ هو طبعا الانطباع هو تقريبا تاثير الخدمه والعمل في الاراميه. يعني انا تخيلت مثلا واحده ما بتعرفش لا تقرا ولا تكتب، وبصت كده لقيت شاشه قدامها وعمالين يتكلموا عن الانجيل، فبتسمع الانجيل لاول مره، فدي بركه كبيره جدا الاراميه بتقدمها. زي ما انت شايفه الجماعه اللي اتصلوا كلهم عندهم انين وصلوات وامراض ومشاكل، تمام، وبيجوا القدس ابونا عشان يصلوا، لانك قال لك اذا كنت مريض فادعي قسيس الكنيسه فهو يصلي من اجلك. ده مش دلوقتي بس، ده على طول. اه جورج، ده احنا طول النهار، واللي انتوا شفتوا تحت عامله ازاي خطوط الصلاه، وكل ما بتزيد يعني كل ما بنجيب خطوط تليفون اكتر كل ما اللود بيكون اكتر، كل كان الرب بيقول لسه في انا يعني حطوا حاجات تاني، جيبوا تليفونات وجيبوا متطوعين وجيبوا ناس تشتغل وجيبوا ناس تمد ايدها في العمل معاك في الطلب. طبعا الاراميه بالنسبه للساده المشاهدين الكرام دخلت تقريبا كنيسه عندهم، بيشوفوا فيها قديسات، بيسمعوا الاناجيل التراتيل. لو تروح مثلا لمرضى كبار في السن ما بيقدروش يروحوا الكنيسه، الكنيسه راحت لهم. طبعا انا كنت في لقاء مع الاباء البرنامج المعروف ده، اختباراتي اللي انا شفتها ان كل واحد بيتكلم مش مجرد ان هو عايز يتمنظر ويقول ان انا طلعت على الهوا، ده فعلا محتاج لبركه، محتاج ان هو يكون هو حاسس بخبره وبيوصلها لنا، او العكس صحيح.
ففي التماس وفي تناسق بين المشاهد وبين البرنامج الأرامية. أمين. طبعا ربنا جالنا واحد هنا قبل ما نبدأ البرنامج كبير في السن، عمل عملية من أسبوعين تقريبا، مفتوح الحتة دي وجاي بيقول أنا طلبت هنا من الصلاة وربنا، وقال أنا قلت للدكتور هيحط إيدك إيده قبل إيدك. أمين. وكان دكتور هندي، فتمت العملية ونجحت، وجاي يقدم الشكر بالنسبة لربنا في هذا المكان اللي هم صلوا من أجله. طبعا أهم حاجة في كل ده الإخوة اللي هم كانوا من الظلمة، انتقلوا من الظلمة إلى النور، اللي هم كانوا غير مؤمنين وبقوا مؤمنين، مسلمين وبقوا مسيحيين أو من أي أديان. وطبعا معنا مثل حي موجود معنا في البرنامج هنا، الأخ أبو أحمد اللي هو يوحنا حاليا، وده مثل يعني هو بيقول لي طبعا الفضائيات كانت سبب تأثير كبير إن هو يرجع ويشوف طبعاً الطريق والحق والحياة. هم كانوا بيشاركونا الحقيقة بموضوع صغير على الموضوع ده، ياريت أخي يوحنا يعني كمل معنا، إحنا ابتدينا بس كمل دلوقتي قدام الكاميرا الفكرة بتاعت تأثير الفضائيات على وخدمتها مع الناس في البيوت. هو طبعا أنا بشكر ربنا لوجود الفضائيات في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي. العصر اللي احنا فيه ده عصر التكنولوجيا، ده ربنا ما عملش التكنولوجيا دي في ظرف 20 سنة أو 25 سنة من لا شيء لأنها توصل للمستوى اللي هي فيه دلوقتي من لا شيء، لأن الوقت أزف. ربنا حب إن هو يقول لهم أنا جاي. ربنا عايز فعلة، ودايما يقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. الفعل قليلون ازاي؟ طب ما هو ممكن يعني الناس تعرف ربنا ازاي؟ ما ممكن ربنا يجي يعمل فرقعه كده في الجو، يجي يظهر بسحابه او يعمل اي حاجه كل العالم في وقت واحد يشوفه، كل الناس هتؤمن بيه فورا. بس هو عايز الفعلة، عايز يشوف احبائه خاصته تتبعه، كل الناس تعرف صوته وتجري وراه وتسمعه. احنا عرفنا صوته، احنا سمعنا الصوت ده، سمعناه من الفضائيات، من الفضائيات، من الانترنت، الابحاث اللي موجوده على الانترنت دلوقتي مفيش حاجه مكشوفه، مفيش حاجه مش موجوده، كل حاجه مكشوفه امام العالم كله. العالم كله ممكن يبحث ويدور في اي حاجه، على راي ابونا زكريا يقول لك الشيخ جوجل، ممكن الشيخ جوجل تكتب اي حاجه عليه يطلعها لك على طول. يعني شكرا لك اخي حنا. ماجي كنت بتقولي تعليق على موضوع الكنائس اللي في البيوت، كانها دي حقيقه. بسمع كتير جدا امثال حيه من الكنيسه عندنا، يعني في بيت للسينيور، في ستات كبار مش بيقدروا ينزلوا طبعا كل يوم، مش بيقدروا يروحوا في اماكن كتير بالذات في لما يكون الجو وشتاء، حرام مش بيسوقوا، ما فيش حد يوديهم كتير. فصدقيني بسمع منهم تقول انا وحيده بس ربنا معايا. طبعا ده اولا. تاني حاجه الاراميه مفتوحه عندي 24 دخلت جوه البيت، دخلت جوه البيت، مش قادره تنزل لكن عندها بيوصل لغايه عندها كلمة ربنا من كل حتة، من كل المواضيع فعلا حقيقة متغطية. الأرامية مغطية كل حاجة، مستايبة حاجة الحقيقة، من الأطفال لغاية الكبار كله متغطي. فصدقوني شاركوا، أنتوا اللي هتنولوا البركة. صدقوني المسيح عايز يعمل بيكوا حاجة. أنا طبعا بكمل كلام أمجاد على المواقف اللي بتحصل دي. أنا حصلت معايا شخصيا، ست اتصلت بيا وقالت لي، قالت لي ربنا يباركه، أنا شايفة الكنيسة في البيت، أنا بقالي 7 سنين ما بقدرش أتحرك. أنا ست كبيرة جدا عندها بتاع حاجة 80 سنة وما بتقدرش تتحرك، وولادها سايبينها وبتجي لها واحدة من ما هياش من أهلها تخدمها، جايلها من الحكومة يعني بتخدمها، وما تقدرش تتحرك ولا تروح في أي حتة بالضبط. وده اللي حصل، إن هي لقت الكنيسة في البيت، هي دي النقطة، إن الكنيسة بقت موجودة في البيت. فازاي إحنا كأعضاء في جسد المسيح ما نتحدش كلنا
علشان نوصل كلمة المسيح لكل الناس. نوصل الكنيسة التي بلا جدران. من البيت بنسيبها مفتوحة على طول القناة. أمين. قدس أبونا يمكن كانت في قصة بتحضروا قصة تفتكر قصة. دي برضو تكمل يعني اللي احنا سمعناه دلوقتي عن عمل القناة الفضائية في البيوت. إنه قصة مؤثرة قريتها من قريب وإن شاء الله نبقى ننشرها في مجلة الكنيسة الشهر الجاي. بتقول إنه واحدة اسمها عبير رايحة تدفع قسط تلاجة في مصر. الموظف اللي بياخد منها الفلوس مسيحي اسمه مرقس. فزهر بيعرفها لأنه بيروحوا يدفعوا يتبادلوا هي وأختها فبيقول لها أنت شكلك مختلف كتير عن علياء أختك وطريقة كلامك وإيه السر في كده. قالت له دي قصة يطول شرحها. لا أحب أسمع. قالت له دي اسمها قصة الحب العجيب. فقالت له الله ده اسم ترتيلة مشهورة كنا بنقولها زمان. قالت له بالظبط كده هي دي القصة بتاعتي. وأنا ما عنديش معنى أن أنا أحكيها لك لو توعدني أن بعد ما خلصها تصلي معي. الراجل استغرب قوي يعني اللي بتكلمه دي هو يعرف أنها مسلمة مش مسيحية. فقال لها أوعدك. فقالت له بس يعني كمان أنا يعني مش مبسوطة أن أنت وأنت ليك اسم مسيحي أنك بتشرب سجاير وساعات بتحلف في الكلام وبتاع لازم تخلي بالك من الحكاية دي. فاستغرب أكتر يعني لأنه هي المتنصرة بقت متمسكة بالإنجيل وبكلام الكتاب المقدس أكتر منه اللي اتولد فيها واخدها كده يعني فور جرانتد زي ما بيقول. فابتدت تحكي الحكاية وقالت له أنا اتولدت في عيلة مسلمة متشددة جداً وليا من إخواتي يعني تقدر تقول مش بس إن هم متمسكين أو متزمتين أو متعصبين بل متطرفين وإرهابيين كمان. ومع ذلك يعني اللي حصل إننا ما كانوش يعني الدين واخدينه كده لكن ما كانوش بيلتزموا قوي بال يعني مراعاة مبادئ الخير والسلام والحاجات دي. فهذه نقرة وتلك نقرة. وبعدين قالت أنا وأختي اتجوزنا في يوم واحد من أخين اتجوزوا الأختين. هي بعد سنة خلفت وجالها ولد وأنا انتظرت 3 سنين ربنا ما اداناش ورحنا لدكاترة كتير ويعني جوزي كان متضايق قوي من الحكاية دي. وفي يوم من الأيام حلمت إنه جوزي قاعدة مع واحدة ست تانية عروسة تانية على فإنه هيتجوز تاني. ده كابوس بقى مش حلم. فلما صحيت قلت له الكلام ده. فقال لي طيب ودي تزعلك في إيه؟ ما هو الشرع بيدينا إننا نتجوز 4 بس يعني أحب أطمنك إن أنا مش هتجوز واحدة إلا لما أخد رأيك الأول موافقة عليها ولا لأ. كمان. فقالت يعني الدنيا ظلمت في وشي وبكيت كتير وأصبت باكتئاب وبقيت يعني أعيط ومش عارفة أعمل إيه. وأختي قالت لي أصبري لحسن تخربي علي أنا كمان عشان بسبب القرابة دي إنه أخين واخدين أختين. قالت وبعد كده يعني في يوم رايحة السوق وأشتري حاجات ومع ان السكه دي بمشي فيها كل يوم لكن المره دي لاول مره يلفت نظري وجود كنيسه وعليها صليب. فقلت ادخل اشوف ايه اللي بيحصل. فدخلت هناك وشعرت براحه كبيره جدا وقعدت اصلي واعيط وابكي. وبعدين لما رجعت بعد كده عجبني الحال فبقيت اتردد كتير واجد الراحه دي. جه شافني أخويا مرة فقال لي إزاي تروحي عند الكفار دول. فقلت له بتفرج بس وبتاع. قال لي وهتعملي كده تاني مرة. قلت رحت البيت وصليت وبكيت وسكبت دموع كتيرة وإذا ألاقي الأوضة تتملي بنور باهر يكاد يعمي عينيا. وبصيت لقيت منظر في وسط النور واحد بيقول لي أنت بتدوري على الراحة بعيد ليه. أنا يسوع اللي قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. آمين. قالت فيعني بقيت
يعني الأول خفت طبعا وترعبت، لكن لقيت ابتسامته الجميلة وتشجيعه وكلامه الحلو ووجهه البسام زي ما كنا بنرتل وبتاع، ده شجعني ففرحت جدا. وبعد كده رحت اشتريت كتاب مقدس وابتديت أقرأ ليه كل المقدس. وجوزي بعد كده انضم لنا وابتدت اختبرت اختبار جديد، وربنا ادالنا 3 بنات وولدين بعد كده، يعني المسيح ادالها كمان اللي هي كانت بتحلم بيه واللي كانت منزعجة منه، وأصبحت تكرز وتنادي بالمسيح. وبعدين في بتختمها تقول شكرا للقنوات الفضائية لأنها كان ليها رول الكبير في تثبيت حياتي وبنيانها بعد كده. أكيد في مئات القصص ممكن نسمعها، وأنا بشكرك كتير، القصة معزية لقلوبنا قدس أبونا. الحديث ليه بقية في الغد إن شاء الرب، وعشنا قدسك معانا ومشرفنا، وهنكمل من اللي بتقوله لنا كلمة الرب عن العطاء ودعم الخدمة. أنا لا يسعني إلا أنا أشكر الأحباء المشاهدين لوجودهم معنا، وقبل ما هننهي جلستنا وعلى لقاء مع أننا نلتقي وحضراتكم مع أبونا أوغسطينوس، هنرفع جلستنا الأول الآن بالصلاة قبل ما نختم البرنامج. تفضل قدس أبونا صلي لنا. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك أنت الرب إلهنا الضابط الكل، الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. نشكرك لأنك أنت اسمك عمانويل، الله معنا، وأنت تحس بينا وتشعر بينا وباحتياجاتنا كلها. بارك يا رب رسالة هذه القناة، واعطي بركة لكل المتقدمين بالعطاء للمساهمة في نشر إنجيلك حول العالم كله. ونصلي من أجل المتعبين والثقيل الأحمال اللي دعتهم للراحة، ومن أجل المرضى والمتألمين، لأن جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. أذكر أخت مادلين، أذكر ميري، أذكر ابن مايكل، أذكر جوزيفين بنتها واحتياجاتها، أذكر قريبة الأخ ويليام مارجو طلعت المريضة واللي شخصوها بالسرطان. تحنن يا رب على الجميع، مد يدك. أذكر أبو عماد، أذكر كل اللي طلبوا منا اللي ليهم طلبات، منال، مرقص، أخت ليلى، أذكر أخ توفيق خليل، أذكر الجميع في رضاك يا رب. أذكر رندا ورافد ومريم، المس حياتهم وباركهم، فرح قلوبهم ليعرفوا أن لنا إله حي يسمع ويستجيب، وإنت اللي علمتنا قائلا صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. من أجل اسمك الصالح القدوس وطلبات قديسيك اسمعنا واستجبنا لك كل مجد وكرامة وعز وسجود من الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وعطية موت الروح تكون مع جميعكم. آمين آمين. أشكر قدس أبونا أوغسطينوس حنا، بركة كبيرة أبونا خدناها بوجود قدسك معنا في الأستوديو. أيضا الأخ جورج أهلا بيك وبشكرك. أشكر الأخت ماجي والأخ يوحنا، ربنا يبارك حياتكم وإن شاء الله نلتقي على خير معاكم. الأحباء المشاهدين إلى أن نلتقي وبرامج أخرى لهذا المساء وحملة دعم الفضائية الأرامية، ربنا يبارك حياتكم ونترككم في ملء البركة. شكرا. آمين. الآرامية، تعالوا ليسوعنا الفادي، الآرامية نور المسيح، حب المسيح تتعرف بيه في الآرامية، اختبارات ينبع حياة ويا المسيح الآرامية.